الطموحات خاصها تكون بالتكوين، ما تكونش بالمعارف، خاصها تكون بالتكوين. هذا انا عندي اجتماع نهار الجمعه ياك، فين هو؟ نهار الجمعه مع وزير التعليم العالي، طلبت منه باش نديروا ماستر في كل جامعه لفائده الموظفين ومساعدات الاجتماعيين، مساعدات الاجتماعيين ديال كل المحكمه الاستئناف الابتدائيه كاينه، فكنا الا ما كانت الجامعه نديروا ماستر باش يدرسوا الطلبه، وتتحمل وزاره العدل مصاريف الدراسه هذه. بلا ما تصفقوا راه حقوقكم هادي. كتعرفوا في الوزاره، في هذه الوزاره كلشي عنده حقوق الا الوزير. لهذا الان بدينا في الرباط، درنا تجربه في الرباط مع السيد الرئيس الجامعه الدوليه اللي كنشكر بالمناسبه، بغينا نطوروها اكثر، بغينا نديروها في المدن الاخرى. عندي اجتماع مع السيد الوزير اللي عبرت هو عن استعدادي باش ندير هذا الماستر، ونديروا واحد التوقيت ديال الدراسه، اما نبقاو نديروا من 4 ل 8 ونديروا الجمعه في العشيه، وانا نعطي الموظفين الاذن باش يمشيو يخرجوا يقراوا، والسبت ونهار السبت كله باش يمكن لكم عندنا الماستر، ونفتحوا لهم واحد المجال ديال الدكتوراه، وهذا غادي ياهلهم باش يدخلوا للقضاء، وياهلهم باش يدخلوا للمحاماه. لان الواحد الا ما كيشعرش بانه عنده مسار اللي يمكن يوصل لمستوى اعلى، علاش بغيتي يخدم لك؟ علاش بغيتي يجتهد لك؟